السلام عليكم. في هذا لونغوجوز 3 مو اللي غنشوف فيه سيستم كريبتوغرافيك في السيكوريتي انفورماتيك. بالنسبة للكريبتوغرافي تخدمها في السيكوريزاسيون دو لا كومونيكاسيون. الهدف من السيكوريزاسيون دو انفورماتيك هو نحافظ على لي دوني اللي غاديين في الريزو و الانفراستركتور الريزو, يعني الانفراستركتور و لي دوني ديال الريزو. الكريبتوغرافي تعطينا واحد ربعة دي زوبجيكتيف اللي تتوصل لهم. كاين عندنا لا كونفيدونسياليتي, السرية ديال المعلومات. الكونفيدونسياليتي يعني غير لي زوتيليزاتور اللي عندهم الحق يقراو يكونسلتيو لي دوني, يعني يقراهم ولا يقدروا يقراهم, يعني من شي واحد اخر اوتوريزي وقرا لي دوني. يعني مابقاش عندنا لا كونفيدونسياليتي في هاد الحالات. لانتيغريتي يعني لي دوني ما يتبدلوناش في الطريق ولا يتبدلو من ان بيرسون نو اوتوريزي. غادي يقدر يبدل لي دوني هما لوتيليزاتور اوتوريزي. اوثنتيفيكاسيون دوريجين يعني نعرف شكون منين جات المعلومات بواحد الطريقة سير, ما يمكنش خاصنا نعرف منين جات لانفورماسيون ولا منين جاو لي دوني. نو ريبيتياسيون هي السيد اللي صيفط الميساج ما يقدرش يغوبيدي, يعني ما يقدرش ينفي انه هو اللي صيفط. واحد لا بيرسون اكس صيفط لا بيرسون اغريك, ما يقدرش اكس يقول ما صيفطش الميساج, لان لا نيوروبيدياسيون تيكونوا الحوايج اللي تيبينوا انه هو اللي صيفط الميساج. يعني ما يقدرش ينكر انه هو اللي مصيفط الميساج في كوميكاسيون سيكوريزي. عندنا واحد ربعة دي زوبجيكتيف هما اللي تحاول الكريبتوغرافي تلبيهم في لا كومونيكاسيون سيكوريزي. الكريبتولوجي هو لا سيونس اللي فيها دو ديسيبلين, لا كريبتوغرافي ولا كريبت اناليس. هاد جوج دي ديسيبلين خدامين اونصومبل, وحده ما يمكنش تكون بلا الاخرى. الكريبتوغرافي تتطور لي ميثود و لي تكنيك باش نسيكوريزيو لا كومونيكاسيون و لي دوني, و الكريبت اناليز تحاول تهرس هاد لي ميثود و تلقى فيهم المشاكل باش يتطورو. يعني وحده تتطور الاخرى. الكريبتوغرافي و الكريبت اناليز هي هادي تتطور و الاخرى تتطور باش يكون عندنا سيستم سيكوريزي. ما كاين السيكوريتي 100% الوغ الناس اللي تطوروا في الكوتو باش السيكوريزي, والناس اللي يحاولوا يهرسوا هذيك السيكوريتي باش يلقاو الثغرات واللي فيه بلاص ديالها. يعني واحد فيهم ما يمكنش يمشي بلا الاخر. باش تطور كريبتوغرافي خاصنا كريبت اناليست, هما يعرفوا يدرسوا كيفاش يهرسوا داك الكود ولا كيفاش يلقاو الكلي ديال الكريبتاج الى اخره اللي غنشوفو. بالنسبه للتيرمينولوجي يعني المصطلحات اللي تخدمهم في الكريبتولوجي ولا يعني كان عندنا التكست كلير, هو التكست اللي باقي ما درناش الموديفيكاسيون باش يولي التكست شيفري. لو شيفرومون يعني غنشد هذاك التكست كلير, يعني عندي واحد التكست كلير باقي ما مكريبتش. الشيفرومون هو واحد لوبيراسيون, واحد مجموعة لي زيتاب غندوزهم على هاد التكست كلير باش يعطينا التكست شيفخي. التكست شيفخي ما تقدرش تقرا, يعني إليزيبل. التكست شيفخي واحد التكست للريزولتا اللي غادي يعطينا من بعد الكريبتاج, و تيكون انكومبريونسيبل, يعني ميمكنش تقرا. لان انا بحال هنا ما دير غير روموز, ميمكنش تقرا ديريكت. تسمى اوسي كريبتوغرام, كريبتو غرام يعني الريزولتا ديال الكريبتاج. دي شيفرومون يعني العكس, غنطلق من التكست شيفخي وغادي نمشي للتكست كلير. يعني تنعطيه التكست شيفخي تيخرج ليا تكست كلير, وهنا كاين عندنا الغوريزم ديال الكريبتاج ولا تسمى لو شيفخ. لو شيفخ هو هذاك الالغوريزم اللي غنخدمو باش ندير الشيفخ.
وهذا الكريب الالغوريثم تياخد كوم بارامتر اون كلي، هاد الكلي غتخدمنا باش نسدو ونحلو بالكريبتاج، يعني واحد البارامتر تخدمه باش الكريبتو ولا ديكريبتو ولي دوني. هنا عندنا الكلي التكست شيفري لو شيفر ولا الالغوريثم، وعندنا الشيفرومون ودي الشيفرومون، والتكست كلا التكست الشيفري اش المصطلحات اللي غادي نخدموهم في هذا الدرس. بالنسبه للكريبت اناليز يعني الاخرين اللي تيحاولوا يرسو كود تيخدموا مجموعه ديال التكنيك، خاص يلقى مثلا لاكري ديال الكريبتاج. شفنا لاكري هي البارامتر اللي تيخدم الالغوريثم ديال الكريبتاج باش يكريبتي ولا ديكريبتي لي دوني. البروت فورس يعني غادي يحاول يلقى يجرب كاع لي بوسيبيليتي اللي كاينه ديال لي كلي باش يلقى لا كلي اللي غادي تحل. تكست شيفري سولمون، تكست كلير كونو، تكست شوازي، تكست شوازي شيفري شوازي، ميثود جوست ميليو، هادو كاع دي تكنيك تيخدموهم باش يلقاو اون كلي دو كريبتاج. كاين اللي خلاه تيكون عنده اما تكست كتير وعنده اون بارتي دو تكست شيفري، ولا عنده غير تكست شيفري وعنده اون بارتي دو تكست كلير. المهم كل وحده فيهم عندها سميه. متعملناش حنا بزاف لابارتي ديال الكريبت اناليس، ما يما غير باش تعرفوا راه كاين دي ميثود معروفين باش يحاولوا يهرسوا الكود، يعني دي شيفري هو لي ميساج. اللي تهمنا حنا هو غير نفهمو شنو هو الكريبتاج والديكريبتاج ولي دوني والكلي الى اخره. هاد لي ميثود تخدمها من الكريبت اناليس. بالنسبه للكريبتوغرافي كات سيت اون اونسيان تكنيك، يعني دي تكنيك اونسيان، ما كانوش مش حاجه جديده، كانوا تستخدموا في الدومين ميليتير والدومين دبلوماتيك، وكان هاد الشي ماتي روبريزونتي ان الكريبتوغرافي مقسمة للكلاسيك يعني داكشي القديم يعني هيستوريك داكشي ديال التاريخ، والمودرن يعني الزورديناتور. فاش دخل الكريبتاج الكريبتوغرافي دخلت للانفورماتيك. قبل كان السوبستيسيون، يعني غنشوف السوبستيسيون ترانسبوزيسيون نو الفابيتيك مونو الفابيتيك و بولي الفابيتيك، هادو دي تكنيك كانو تستخدمو مش حال هادا غنشوفهم بوحدة وحدة. بالنسبة للمودرن كان عندنا اما الكريبتوغرافي كريبتاج سيميتريك ولا اسيميتريك. بالنسبة للشيفرومو كلاسيك يعني تهضرو على قديما ماشي لافورماتيك، كان الشيفر هو ان الالغوريثم كومبوز دون سيري دي تاب بور اسوري لا كونفيدونسياليتي دو دوني، يعني الكريبتاج الهدف منه هو الكونفيدونسياليتي، مبغيناش الميساج تقرا الا من الشخص اللي مصيفط الميساج. كاين بزاف دي تكنيك، كاين السوبستيسيون الهدف منها هي نغون بلاسي ان لتر باغ اون اوتر، يعني راح الحرف مثلا ا نقول هي اكس، بي هي سي الى اخره. المهم هذا تسمى سوبستيسيون. ترانسبوزيسيون يعني عندي مثلا نقولو ماروك ترانسبوزيسيون، انا نبدليها الاوردر بتقنية باخرى، ندير ار ا او ام مثلا بحال هكذا سي، يعني غير ريورغانيزاسيون ديال لي شيف لي لتر اللي كاينه في هذاك في هذاك الميساج. بطبيعة الحال تنحصر مع واحد ان تكنيك باش نديرو هاد لوغانيزاسيون، هاد الشي درت انا غير تخربيق يعني باش تفهمو شنو هي ترونسبوزيسيون. بولي الفابيتيك يعني تنخدم سوبستيسيون بليزيوغ فوا، يعني قدر مرة يكون ا هو اكس، قدر مرة تانية يكون ا هو اكريك مثلا، راه في نفس الميساج تلقى الاي اكس وتلقاها هي اكريك. هذا غير مثلا لي زالغوريثم لي معروفين قديما هما كاين سيتال بالنسبة للسوبستيسيون، سيزار بالنسبة للترانسبوزيسيون، و فيجنير بالنسبة للبولي الفابيتيك. غادي نشوفهم واحد واحد.
HFOS 7 على هو من اقدم لي شيفرون اللي كاينين ديال الترانسبوزيسيون، يعني غنشد الميساج وانا بتلغي الاوردر ديال الميساج. بالنسبه لاي الغوريثم، البارامتر اللي هضرنا عليه تيدخل هو لا كلي. بالنسبه لك شنو كنت تدير سيتال، تاخذ واحد الباطون، يعني هاصا عندها واحد الديامتر، الديامتر يقدر يدينا واحد عدد الحروف، يعني تيتراسا بهذا الشكل هذا، باش فاش ندور واحد لوغيبون واحد الشريط على هذا وتنكتبو اوريزونتالمون على داك الشريط الميساج ديالنا، وتنعاود نحيدوه من هداك الباطون ونصيفطوه مع المرسول توصل الجهة أخرى، والسيد عندو نفس العصاب نفس الديمونسيون، يعني تيعاود يلوي ويقرا الميساج. يعني لو سكري ولا الكلي ديالنا هنا هو مش حال من حرف باغ تور، يعني الديامتر، الديامتر ديال هداك العصا هي الكلي بالنسبة في هاد الحالة ديال السيطار. وعندنا ترانسبوزيسيون الحروف، نفس الحروف حسبنا بهم، وان الترتيب ديالهم فاش نديرو لي هاد لو غيبون ولا شريط يبقى تيكون الترتيب تقراهم بهذا الشكل هذا، يعني غادي مع لو غيبون، يعني الميساج كريبتي هو غادي يكون مخربق. بالنسبة للسيزار من قديم هو شو تيديرو، تيديرو الديكالاج ديال الحروف، مثلا في هاد الحالة نديرو الديكالاج ديال 6 الحروف، يعني A هي G، B هي H، C هي I، D G، فاش وصلنا ل Z رجعنا ل A B C D إلى آخره. بغينا نكريبتو مثلا ماروك، اش غندير، غنمشي لحرف M، M نشوف شنو مقابلها S، يعني ولات عندنا S، A هي جي، ار هي اكس، او هي اي، و سي هي اي، يعني ولات عندنا ماروك و التكست كلير، و عندنا التكست شيفخي هو اس اكس اس جي اكس يو. بغينا ديكريبتي و غادي ندير العكس، يعني غادي نمشي نقرا في لانين الثانية ونشوف شنو المقابل ديالها في لانيت الاولى، وشنو هي الكلي، هو لو نوب دو ليتر دو ديكالاج. في هاد الحالة الكلي هي 6 ديال لي كاركتير، 6 ديال لي شهر، بالنسبة بحال البروغراماسيون شحال من حرام شحال من في الديكالاج، هذا بلو سامبل، يعني حاليا يمكن ديكري دا بالزربة. فيجنير خدا سيزار وطورو، يعني شو دار، دار واحد طابلو تيدير من ا تال زد، بعد عاوتاني بدا من بي حتى لزيد ا، بدا من سي تبدا من زيد ا بي سي دي، وين هو تيخدم بواحد ان كلي بارطاجي بين لي دو بيرسون، يعني واحد السيد بغا يصيفط لواحد السيد اخر خاصو يكون عندو واحد الكلي، نقول مثلا الكلي هي تري، يعني هذا عارف الكلي هي تري وهذا عارف الكلي هي تري، بغا يصيفط ليه الميساج فيه ماروك، اشو غيدير، غيشوف عندو الجدول قدامو، غادي يمشي لليتر الاولى في لاكلي طيب، نكتبو التري كبيرة باش ناخد مالها، تي بلاس تبدا بالطي، تمشي للطي في لي كولون تي، تدير هنا وتشوف الحرف اللي بغا يكريبت هو ام، غادي يمشي لحرف ام والكروازمون ديالها مع طي، عطتنا الاف، عادي دير اف، غيدير اف هكدا، غادي يمشي للحرف الثاني ار، غيمشي لار، غادي يكروازي مع حرف هادي هي الأ، ار مع أ عطانا ارنس، عندنا يمشي للحرف الثالث هو اي، الاي غادي يكروازي مع ار، اي مع ار عطاتنا أ. الاو، الاو غادي يرجع حيت دابا سير التري غادي عاود يرجع للتي، يعني مع التي مع الاو، غينزل يشاف الاش، يعني عطتنا اش، و السي
مع الار، يعني انا فاش درت هنا التي غادي نرجع الار مع سي هي يا تي، يعني ماروك يا اف ار ا اش تي فيجنر، واني لا كري يا تري. الا بغيت ديكريبتو تيدير العكس، غادي يمشي بتي تري نيت وبقى يدير كروازمو انفيرس، غادي يمشي للتي وبقى يشوف شكون هو الحرف اللي عنده اف وعاد يقرا الفوق شنو كان عنده. فهم هذا فيجنر تيخدم سيزار بلوزيغ فوا، وخاص اون كلي بري بارتاجي بين لي دو بيرسون باش يقرا ويديكريبتي ويديكريبتي. بالنسبة لإنيغما، واحد لا ماشين خدموها الألمان في الحرب العالمية الثانية باش كانوا تيصيفطو لي ميساج بيناتهم، وهي ماشين فيها بحال فهاد التصويرة هذا، فيها دي غوتوغ، هادو هما لي غوتوغ، وعندها واحد مجموعة ديال الحروف وواحد مجموعة الخيوط التريكل. يعني شنو هو الكلي بين لي ماشين؟ هو لي بارامتر انيسيال، غادي تريكل هاد لي غوتوغ على واحد لي بارامتر تريكل الحروف، لأن الحروف تقلبهم بواحد الخيوط باش تولي تبريك على حرف يعطيك حرف. يعني لي ماشين خاصو يكونو عندهم لي ميم بارامتر باش يصيفطو. هادي كانت في الحرب العالمية الثانية تيخدموها الألمان باش يصيفطو لي ميساج بيناتهم. بالنسبة للكريبتاج مودرن، يعني سالينا من كريبتاج كلاسيك، كريبتاج مودرن تنهضرو على فيه بزاف الأنواع. نهضرو على الهاش، الهاش واحد الفورم ماشي كريبتاج 100%، واني الهدف منه هو ناسوري لانتيغريتي. وشنو هو الهاش؟ واحد الفونكسيون ماتيماتيك يوني ديريكسيونيل، عندها اتجاه واحد، ايريفيرسيبل، ما عندهاش الاف موان زه، يعني اف موان زه اكس ما كايناش، و تتعطينا ديما اي لونغور فيكس كيلكو سوا لونتخي عندو. الهاش ممكن تسمعوه انه تيقول الكوندونسي ولا لومبخانت نيميريك، هاد المصطلحات يعني بجوجهم الهاش. بحال الانسان دابا بغى عنده الهاش ديالو هو البصمة، يعني جوج الناس ما عندهمش نفس البصمة، الو يقدر لا ديال البصمة ديال واحد نقدر نقول هذاك وقريتها وقارنتها مع الشخص نقول 100% راه فلان هذاك. نفس القضية الهاش، يعني الهاش اللي عندك الهاش ديال واحد الفيشي وعاود حسبتي الهاش ديال الفيشي ولقيتي قال هذاك الشيء اللي عندك راه 100% داك الفيشي، علاش؟ رانا نفس الفيش ولا نفس الميساج. اشنو خاص هاد الهاش؟ يعني الفونكسيون ماتيماتيك اش يساوي اش كبيرة دو اكس، يعني الهاش دو اكس. الاكس يعني لونغور فاريابل، يعني من زيرو كاركتير تال لانفيني ديال لي كاركتير، خاطيرك مو خلص لانفيني. ويني اش ديما عندها اي لونغور فيكس، ديما عندها واحد لا لونغور فيكس، يعني الطول ديالو ده مثلا بحال اللي خدينا ام دي 5 عنده 128 بيتس، ديما 128 بيتس، ما يمكنش تقل تكون اقل، ما يمكنش تكون اكثر. الا بدنا ان سول بيت، يعني هاد الخاصية مهمة، ان سول بيت في لونتخي، الريزولتا غيتبدل وخلاص ايريفيرسيبل. تنقصدو بها ما عندهاش فونكسيون، ما عندهاش اف موان زا، وما كايناش كوليزيون. يعني عندنا إلا عندنا إكس أن و إكس دو، أش دو إكس أن يخالف أش تيرك مو خلاص راه بوسيبل. ويني في البراتيك ما تلقاش جوج لي ميساج عندك عندهم نفس الهاش، ولا جوج لي فيشي عندهم نفس الهاش، هادي راه ما كاينش الكوليزيون. يعني دو ميساج ولا دو فيشي حسبتهم من الهاش خاص يكونوا مختلفين، هذه هي اللي ما فيهاش لا كوليزيون. بالنسبه لي فونكسيون دو هاش المعروفين هو الام دي 5 والشا، هذه شا جوج وشا واحد وشا جوج. بالنسبه لا لونغور ديما تكون فيكس على حسب الالغوريزم، ام دي 5 تعطينا 128، شا واحد تعطينا 160، وشا دو فيها 3 فاريونت، إما 256، إما 384، إما 512، يعني و تيرو بروزيتو شحال من بيتات تعطي. كلما كان
لا لونغ كبيرة كلما بلوس سيكوريزي، يعني باش تلقى جوج المود باس مثلا تسجل كهاش باش تلقى المود باس ديال 128 بيت أسهل من إنك تلقى ديال 160 ولا 256 ولا 300 ولا 512 مثلا. 512 غادي يكون صعيب بزاف على إنك تلقى ديال 128. مثلا إم دي سيكس تيكون كراه موان سيكوريزي، يعني إيفيتي أو إيفيتي سيكوريزي بالنسبة مقارنة مع الشا، يعني ايفيتي غير ما لقيتش حل تستخدم ام دي 5. كاين شي حوايج يخدموا غير بالام دي 5 وخلاص. الهاش الهدف منه غارونتيغ لانتيغريتي، يعني الا كان فيش فيه 0101 هكذا، وقلنا ان شونجمون ديال واحد البيت واحد درجة 0.1 غيشونجي لي هذا واحد شونجمون كبير. يعني لو صفت لهذا واحد السيد هذا الميساج وصفت له الهاش وعاود حسب وما لقاش نفس الرقم، اذا رتبت الميساج في الطريق كيما فاش نتيليشارجو شي ايزو مثلا، مش تيليشارجو ايزو الكالي تعطوك الهاش معه. يعني علاش يعطوك هذاك الهاش؟ باش تعاود تحسب من جهتك. اذا كان اختلاف راه ماشي نفس الفيشي ديالهم، هذاك تيوك الفيشي ديالنا ها الحساب ديالهم مثلا، وانت جيت تحسب لقيتي واحد لا فالور ديفيرونت، اذا الايزو اللي تيليشارجيتي ماشي اصلا، راك تيليشارجيت من شي قناة ماشي ديالهم. داك الشيء حطو في لي سيت ديال التيليشارج المقصص لينكس، تحطو العرج ديال الفيتشي اما بالام دي 5 ولا شي 256 على حساب الالغوريثم. الاشماك بالنسبة للهاش، ما المشكله ديالهم ما يعطيناش الايدنتيفيكاسيون ديال الاكسبيديتور، يعني اللي صيفط الميساج ما نقدرش نعرفه انه هو اللي صيفط الميساج، لان غير صيفط ليا الهاش والفيشي، لان في الكريبتاج راه تصيفطو الفيشي زائد الهاش ولا الميساج زائد الهاش ديالو للجاخر، وإني ما كاينش شي حاجه تثبت انه شكون اللي صيفط ليا هاد الفيشي وهاد الهاش. شنو دارو جا الاشماك ولا هاش ميساج اوتنتيفيكيشن كود باش يفك هاد المشكل، يعني فاش غنصيفط للسيد الفيشي ولا الميساج ونصيفط له في نفس الوقت الهاش، خاصنا شي طريقة نقول راه هاد لا بيرسون ا صيفط لا بيرسون بي. شنو قلنا عاوتاني انه الميساج الى زدنا ليه ان سول بيت ولا نقصنا منه ان سول بيت ولا شونجنا ان سول بيت غير تشونج العرش. الخاص اللي بغينا نخدمو غير نشدو الميساج ونزيدو ليه واحد الكلي في الاخر ونحسبو العرش ديالهم بجوج غيعطينا واحد الهاش اش اه، وهاد الكلي راه كاين عند السيد الاخر، غيصيفط له الميساج وصيفط له الهاش. السيد غياخد الميساج اللي وصلو غيزيد عليه لا كلي وعاد يحسب واحد العرش ده. الى تساواو يعني راه الميساج جاي من هاد السيد، لان الكلي عارفينها غير هما بجوج، يعني لا زدنا لوتونتيفيكاسيون اوتونتيفيكاسيون على الهاش، يعني باش نديرو اشماك الهدف منه نزيد لوتونتيفيكاسيون من اوتونتيفيكاسيون زائد لانتيغريتي خلاص تي كريتي ديال الميساج انتي غريتي ديال الميساج. انا ولا عندي جوج حوايج، اوثنتيفيكاسيون لانتيغريتي ديال الميساج بالاشماك، هذا هو الهدف من ديالو من اشماك. بالنسبه للكريبتاج غير ميم، بالنسبه للهاش ما تعطيناش الاوثنتيفيكاسيون، باش نزيدو الفونكسيون دو اوثنتيفيكاسيون زدنا درنا الاشماك، وخاص لا كريتي عارفها غير الاكسبيديتور او لو ريسيبتور ديال الميساج. لو شيفرومون الهدف منه هو الكونفيدونسياليتي، شفنا له الهاش والهدف منه الانتيغريتي، الشيفرمون الهدف منه هو الكونفيدونسياليتي، يعني الميساج ما يتقراش الا من السيد اللي عنده الحق يقراه. كاين عندنا جوج لي تيب ديال الكريبتاج، الزاغوريتم ديال الكريبتاج، اما سيميتريك ولا اسيميتريك. يعني اش عندنا التكست كلير درنا ليه الشيفرمون عطانا التكست شيفري، درنا الشيفرمون عطانا التكست كلير. وباش نشيفري عندي ان كلي رقم واحد، وعندي باش ندير شيفري ان كلي رقم جوج.
عندنا على حسب الكلي، إذا عندنا الكلي أن يقال كلي دو يعني متساويين لكلي باش نحل باش نكريبتي باش هي باش نديكريبتي، هذا تسمى ألغوريتم دو كريبتاج سيميتريك متماثل. يعني الكلي بحال بحال، وهاد الكلي تتسمى كلي بخي بارتاجي، لأن غتكون عند السيد أ والسيد بي اللي غيوصل هنا، غادي يكون عندهم نفس الكري، خاص يعرف هذا السيد ويعرف هذا السيد الاخر، يعني بخي بارطاجي مبارطاجي مسبقا. الا كان في الحاله الاخرى ان الكري ان مختلف على الكري ده، هنا تنهضر على الكريبتاج اسيمتريك غير متماثل. في هذه الحاله الكري باش نكريبتي سميتها بوبليك، والكري باش نديكريبتي سميتها بريفي. يعني في هذه الحاله ديال اسيمتريك عندي دو كلي ماشي كلي وحدة. بالنسبة لكلي دو كريبتاج، بالنسبة لزالغوريتم دو كريبتاج ولاو معروفين، يعني مبقيناش محتاجين اننا نطورو في زالغوريتم، كل شركة تطور لزالغوريتم راسها. لزالغوريتم ولاو هاديك شي ستوندار باش تكون كومباتيبيليتي بين لي سيستم، مثلا ميساج تكريت دير الكريبتاج في لينكس تقرا في الويندوز ولا في الماك، ولا نستخدمو بالزالغوريتم لي معروفين و ستوندار. يعني ولا عندنا فين لو سوكري لي خاصنا نديرو في الكلي، مبقاش في لو سوكري في الالغوريتم. الالغوريتم معروفين و لي كلي فيهم جوج حوايج، اما شحال لا لونغور ديالها يعني شحال الطول ديالها، و ليسباس ديكري يعني لا لونغور. لو لونغور تعطينا شحال ليسباس ديكري، إذا كانت عندنا لا لونغور 56 مثلا، في حالة 56 بيت في الحالة ديال دي اس الاسباس، يعني إذا كانت عندنا 52 بيت من شحال من البوسيبيليتي ديال اللي كري عندنا، يعني 2 على بويسونس داك الرقم 2 على بويسونس ان. ديما في هاد الحالة 2 على بويسونس ان بوسيبيليتي، هذا هو الاسباس ديال الكري، يعني مش شحال من كلي بوسيبل. كل ما كان النومبر ديال الكلي بوسيبل كتير، كل ما تصعب القضية على السين اللي بغي يهرسها. راه زدنا غير ان سول بيت راه ضربنا العدد في جوج، يعني نزيدو من 56 ل 57 ضربنا له النومبر في دو، يعني شفنا النومبر راه ضرب في جوج في كل ان سول بيت زد، يعني في واحد. يعني كل ما كانت لا لونغور ديال الكلي طويلة، كل ما بلوس سوكر غازي. وهنا راه عندها واحد الديزافونتاج، وكلما كانت لا لونغور كبيرة كلما تستخد الوقت ولي غوسورس بالنسبة للبروسيسور ولا رام من آخره. يعني خاصنا ان جوست ميليو بين لا لونغور دو كلي و سميتو باش و لا كونسوماسيون ديال لي غوسورس. بالنسبة للشيفر هوموسيمتريك، يعني دي لا ميم كلي بور شيفري اي دي شيفري ان ميساج، هادي بالخضر مهمة، هما بلو رابيد على الاسيمتريك. الاسيمتريك تقال لان تديرو دي كالكول كبار، و تالي عند الاسيمتريك تكون كبار، اذا الكالكول الماتيماتيك تدار كبير، السيمتريك بلو رابيد. تخدموا في في بي ان، تخدموا في الشيفرمون دوني الى اخره من الحوايج باش نقدروا نخدموا السيمتريك. كاين دو تيب ديال الشيفرمون، اما بار بلوك اما بار فلو. بار بلوك نشدو الميساج ديال ان دي كالكول ماتيماتيك نقسموه، داك الميساج غادي نقسموه لدي بلوك ديال 64 بيت ولا 128 بيت، و تنكريبتو كل واحد بوحدو باش يمكن ما يكونش ناخدو مثلا ان جيجا ميساج في ان جيجا و نكريبتيه و ندير عليه كالكول ماتيماتيك ان جيجا على الف. تنقسمو لدي بلوك، كل بلوك تنكريبتو بوحدو. بار فلو بحال غيتي بار بلوك، يعني لا تاي صغيرة بزاف، اما تديرو بار بيت يعني بيت بار بيت ولا اوكتي بار اوكتي، هادي فلو. يعني بلاص ما ندير 64 بيت نقدر ندير ان سول بيت على فوا ولا وي بيت على فوا على حسب الالغوريثم. بالنسبه للالغوريثم السيمتريك اللي معروفين، كاين دي اس تريبل دي اس الاي اس، وهذا خلاص ولا حاليا ستاندار. سيل
او كاين ار سي دو ار سي الى اخره، ريفيس شيفر، في بزاف ديال لي فيرسيون كل واحده للصراحه. بالنسبه اللي عندهم علاقه هو الجوج دو اس او تريبل دو اس. تريبل دو اس يخدم دو اس تروا فوا، الى شفنا دو اس عندو لا كلي فيها 56، الاخر فيه لا كلي فيها تريبل. تريبل دو اس غتلقاها 168، هي 3 في 8 في 56. اشو تيشد هادي؟ تيشد هاديك لا كلي الطويلة، تيخرج منها، تيقسم على 3، تيخرج منها 3 ديال كلي صغار ديال 56. يعني عندي 128 بيت، 168 بيت، غندير 56، 56 و 56. تشد الميساج اللي عندي الأصلي، تندوزو للدي اس كريبتاج، يعني عندي الكريبتاج. من بعد الريزلت اللي خرجت ليا، غندوزها للدي اس، دي اس هذا اسمها ك ان ك دو ك تروا، وغادي نخدم ك ان ككلي. هنا غادي نعاود نخدم الديكريبتاج بالدو اس بالك دو، والريزلت غندوزها للدو اس مرة ثالثة بكريبتاج بالك تروا، يعني داك الكلي رقم 3، عاد يعطينا الريزلت الفينال اللي هو مكريبتي. بغيت العكس نديكريبتي تنعكس، يعني غنشد الميساج غنديكريبتي. بغيت نديكريبتي راه غندير بلاص سي غندير نديكريبتي ونعاود نكريبتي ونعاود نديكريبتي. يعني هاد الطريقة باش خدام تريبل دو اس. يعني تخدم دو اس تروفا، يعني بلوس سيكوريزي على دو اس. بالنسبة للأسيمتريك، يعني غير المتماثل، تسمى أو سي شيفرمون أكلي بيبليك. إلا شتي شيفرمون، سمعت شيفرمون أكلي بيبليك، تنقصدو به كريبتاج أسيمتريك. عندو دو كريب مختلفين باش يكريبتي و ديكريبتي. لا لونغور دو كلي مقارنة مع الأسيمتريك. الاسيمتريك، الاسيمتريك مع الاسيمتريك، لا كلي ديال السيمتريك تكون صغيرة، غالبا تكون مقلل من 256 لتحت، يعني صغر من 256، هذا تكون غالبا كبر من 512. باش تعني ان بلوس سيغ، راه رقم اخر رقم كبير في الاسيمتريك راه تيكون احسن منه رقم صغر منه في السيمتريك. ماشي رقم كبير، ما نقدرش نقارنو رقم هنا ورقم هنا نقول بلوس سيغ. المشكله ديالو الكونسوماسيون دو ريسورس بزاف، يعني بروسيس دو كونسوماسيون تي كونسومي بزاف دو ريسورس دو كالكول. تخدمو غالبا غير شونج رابي شي حاجه بزربه، يعني شونج رابي ديال لي دوني في تخدمها، ولا كري خلاص البيبليك والبريفي بور كريبتي ديكريبتي. لي زيكزامبل كاين عندنا ديفي هولمان، هذا واحد الالغوريثم ديال كريبتاج بوغ ايشانجي لي كلي، غنشوفوه. ديجيتال سيغناتور ستاندر و ديجيتال سيغناتور الغوريثم، هادو بالنسبة لي سيرتيفيكا نيميريك. ار اس ا من لي زالغوريثم المشهورين ديال الشيفخومون. الجمال تا واحد الالغوريثم مخدم في لينكس ومخدم في البي ال جوزيل، واحد الجوزيل بي جي بي. و اليبتيكال كيرف هذا يمكن ادابتي الاخرين في الخدمه ديالو. المهم هادو غير دي زيكزامبل ديال الزاغوريزم ديال الاسيمتريك، ماشي ما تيهمش تعرفوا كل الغوريزم كيفاش خدام، لان هادشي الخدمه ديال ان بروغرامور باش يعرف كيفاش كل الغوريزم كيخدام. بالنسبه للريزو خاص يعرف انا وكاين باش يقاي فاش يلقى في هاد السميات في دي بارامتر، يعرف شنو تيقصدو بهم، خاصة من الحوايج السيكوريتي. تلقى مثلا انا غادي يقولك اختار اش مع الكوريتم باش غتخدم، تعرف هاد السميات ولا الصالحين. بالنسبه اتان دغلي كاتخ اوبجيكتيف، هضرنا على انه الكريبتوغرافي عندها كاتخ اوبجيكتيف،
les homards qu'on voit dans un intégrité, authentification d'origine, on aurait pu bien sûr. L'asymétrique, il est brina, l'ouvrier confidentialité. C'est crypté le public, c'est de le chiffrement ou c'est de le chiffrement privé. Et brina l'authentification, la sera asymétrique, il est crypté بوحدة وديكريبتو الثانية، يعني أنا يمكن كريبتو تمسح بالبريفي ونديكريبتي بالبيبليك. البريفي ديما تكون عند السيد ما تيعطوش ما تيعاودش يعطيها، يعطي ديك الكلي، والبيبليك تكون عند كلش. يعني إلا كريبتا هو شي حاجة بالبريفي وصيفطها وتقدر وقدروا يديكريبتوها بالبيبليك، راه هو اللي صيفط الميساج، لأن ديك الكلي بريفي راه غير واحد من كاينة. بالنسبة لانتيغريتي والاوتنتيفيكاسيون، هذا نزيد دو لوتنتيفيكاسيون تاعنا. الو اوتنتيفيكاسيون يمكن ليا نشد الهاش ديال الميساج ونكريبتيه بالبريفي ونديكريبتيه بالبيبليك، و تنكون في هاد الحالة حققت لانتيغريتي و لوتنتيفيكاسيون ديال الميساج. بالنسبة للسيمتريك عندنا الكونفيدونسياليتي تتحقق بالكريبتاج بلا كلي بري بارتاج اللي تكون بين الناس، وبالنسبة للاوثنتيفيكاسيون والانتيغريتي بالاشماك كما شفنا، لان اشماك الهاش العادي ما تيعطيناش اوثنتيفيكاسيون، اشماك تيعطينا اوثنتيفيكاسيون. بالنسبة للالغوريتم ديال ديفي هولمان، الهدف منه هو لي شونج دي كلي، فاش يكونوا جوج الناس بغا يسيفطو يخدموا بالاسيمتريك راه عنده جوج لي كلي، و السي هو الاخر عنده جوج لي كلي، واحد الكلي بريفي تيخلي عنده و البيبليك خاص يصيفط هاد السيد الاخر، يعني خاص هاد الناس يشونجيو لي كلي، يعني هذا يصيفط ليه كلي و الاخر يصيفط ليه كلي، و هاد لي كلي خلاص يصيفطو مع البيبليك، و انا خاص يصيفطوهم بلا ما يستقبلهم شي واحد في الطريق يشد لي كلي. خاصها شي طريقة يكريبتو بيها لي كلي، خاصها باش يكريبتوها خاص يدير خاصهم شي كلي أخرى ديال الكريبتاج دو كلي. عاوتاني ديفي هولمر فكر بواحد الطريقة أنه غير بالكالكول الماتيماتيك أنه يقدروا يشونجو لي كلي، يحسبوا أون كلي وفي الآخر يكريبتو بيها. بحال حالة الألوان، يعني واحد السيد عنده الصفر غادي يخلطو مع الأحمر عطاه هاد لورانج، والسيد عنده الصفر وخلطه مع الزرق عطاه الخضر، وعاود من بعد ايشونجاو اللوان، من بعد السيد زاد عليه اللون ديالو الاحمر والاخر زاد الزرق، وفي الاخر وصلوا نفس اللون في الفينال بلا ما يكومونيك قبل، نفس الطريقه باش خدام دي في هولمان. هاد الناس كيفاش يخدموا؟ السيد الاول والسيد الثاني غيتفقوا على واحد جوج أرقام، غادي يقول مثلا غنتفقوا على جوج خمسة وثلاثة وعشرين، أما تتفقوا على واحد الرقم سميتو جي واحد الرقم بي، وكل واحد فيهم تيختار واحد الرقم عشوائيا من عندو، هذا اختار ستة هذا اختار خمسطاش، تيحسبو الحساب الأول، تيسد هداك الرقم ديالو، الرقم جي تيديرو على بوسوس ان، تيدير المودول هو الغث ديال ديفيزيون الباقي من القسمة على الرقم الثاني، وعطاه في هذه الحالة 8. الآخر دار نفس الحساب عطاه 19، يعني هما من بعد غيت يشونجو هاد الأرقام، يعني هاد السيد حسب داك الحساب لقى 8 هذا لقى 19، من بعد غي يشونجو الأرقام هذا عطى 8 هذا عطى 19، عاودو حساب آخر، يعني هذاك الرقم اللي وصلو 19 دار على بويسونس ان ديالو خدا لقى في الاخر ريزولطا ده، والاخر نفس القضيه لقى ده، يعني كي كسبوا الارقام اللي اختاروا الان ان و ان دو غيطيحوا ديما في نفس الرقم، وهذاك الرقم ولا كلي غير هما في لافر. احنا درنا ارقام صغار باش نبينو، ف لي زوردونات تختاروا ارقام كبار بزاف باش تكون لا كلي طويله، لان رقم صغير دغيا تلقى، يعني ارقام غادي يعطيك، وتيكون موديلو مثلا 1024 موديلو 4096 تاع ارقام كبار باش يكون صعيب. من بعد تيكريبتو هذاك الكلي بلا كلي اللي وصلو لا كلي بيبليك، تيكريبتوها لا كلي اللي وصلو ليها، و تيكون لي شانج ديال لي كلي.
ديفيرونمون من التقنيات اللي باقي خدامين، وخدام بالنسبة لهاد الميثود هادي اللي شفنا، هي الأرقام اللي تيخدمو أرقام كبار وصافي. واش ما كان، وشكرا على المتابعة.